الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإنه لمن دواعي السرور والغبطة والفرح والانشراح أن أشارك في هذا الملتقى، هذا المؤتمر الرائع النافع الماتع الذي من خلاله شعرنا بكل اعتزاز وفخر، وشعرنا أيضا بالمحبة والغبطة التي حبتنا من أهل المغرب متمثلة بمدينة فاس، فاس العلم والعلماء، فاس النفيسة، فاس الأولياء الصالحين الذين حبونا بكرمهم وجودهم وعطفهم وإحسانهم. ما رأينا منكم إلا كل خير، وإن اللسان لا يعجز عن شكركم، فإذا عجز الإنسان عن الشكر يكفيه أن يقول كما وصى الرسول عليه الصلاة والسلام: جزاكم الله عنا كل خير، جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. يا من تظهرون الصورة الجميلة الرائعة التي كما كانت عن الصوفية، يا من تظهرون الصورة الصحيحة عن الصوفية، يا من تقربون الناس شبابا ونساء شيبا وشبانا إلى هذا الطريق الصافي النقي الرائع الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا البلد هو بلد آمن، والإنسان إذا أصبح آمنا في سربه، آمنا في سربه، آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلنحافظ جميعا على الأمن والإيمان الذي والسلام الذي يتمتع بها هذا البلد المعطاء الطيب الكريم. وإنني باسم أهل البرازيل عموما وباسم الجالية الإسلامية في البرازيل خصوصا وباسم المجلس الإسلامي اللاتيني للبحوث والإفتاء على وجه الخصوص متمثلا بصاحب الفضيلة سماحة الشيخ محمد المغربي، لا أتوجه إليكم بجزيل الشكر على هذه الدعوة الطيبة الكريمة التي نسأل الله عز وجل أن تستمر وأن تبقى، وأن يكون هناك بيننا وبينكم تواصل دائم بإذن الله عز وجل. وإني لأستغل هذه الفرصة لأقول بعض الأبيات التي نظمتها على عجل، يعني والله نظمتها وأنا على الكرسي على الورقة والله، حتى يعني إذا كان فيها كسر في القافية سامحوني بعد لم أصححها والله. أقول في هذه الأبيات المتواضعة: يا أهل العلم والفضل في فاس، حبكم والله خالط روحي وأنفاسي، يا أبهى الورى خلقا وخلقا، إني أراكم في البرية أفضل الناس، جمعتم تحت قبة فضلكم وجودكم ثلة الجمال من كل الأجناس، فإذا ذكرنا أهل العلم والصفا فأنت المقدم والمبرز أيها الإدريسي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.